أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول: جارتي يعمل زوجها في بنك وهي موظفة، ما حكم أكل ما ترسله إلينا، مع العلم بأننا لا نعلم هل هو من مالها أو من مال زوجها؟ المال الذي مختلط من حلال وحرام، فيه حلال وفيه حرام، يجوز الأكل منه، لأنه لا يتعين أن يكون المأكول من الحرام، والأصل الإباحة. فما دام المال فيه حلال وحرام فلا بأس الأكل منه، لأنه لم يتعين أنه من الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا، لأن عندهم موارد مباحة. نعم.